قطمان سلام بين قطمان بين قطمان هلا والله مرحبا بين قطمان وحماسة مرة تشجيع وناسة بين ربعة وبين ناسة ما عرفنا هالخسارة بين قطمان بين قطمان طيب يا نقيب ايوه 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 مين ابراهيم ايوه يا ابن الحلال اطلع يا حبيبي باقي ستة خلاص باقي شويه وننهي خلاص مباراه كم بالله كم ايش اللي كم تكفى قول الاتحاد والفيحة كم النتيجه ها بالله كم مجنون انت اتحاد ايش دخل الاتحاد؟ تقول باقي ست دقائق اقول لك يا اخي باقي ست ايام انت ما تفهم انت عقلك فيه زبادي فيه شيء لا يا ابن الحلال فهمني مباراه كم الله يحفظك مباراه سوبر اتحاد لا لا لا, لا 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 خلاص انت الان تتكلم عن مدى الوقت الضايع ولا؟ شوف انا بقول لك حاجه معادي تفضل انا بقول لك حاجه ايه؟ انا اتكلم عن الوقت البدل الضايع طيب ست دقائق صح؟ لا مو ست دقائق يا اخي ها ست ايام باقي ست ايام ست ايام على وشو انت ايش قاعد تسولف فيه انت لغز ذا ولا مسابقه ولا وشو ست ايام انت تقول لي مباراه ولا مباراه باقي ست دقائق بيصفر الحكم ادخل على خلينا نشوف مباراه كم النتيجه يا حبيبي باقي ست ايام على العرض عرض اشتراك المجد وش فيك الرسيفر لا تقول اللي عليه 15% وصلت الرساله صح ست ايام باقي ست ايام وينتهي العرض معاها كود خصم ام 23 اجل والله ما لي علاقه بمباراه اللي يفوز وخلنا نلحق الاشتراك ونقول 12 شهر يا معيدي تعرف بكم كم عشان اصدمك تكفى 649 ريال 12 شهر ب 600 وكم و49 ريال اي بس في شغله نسيتها يا برهوم وش هي الكود لازم تستخدم الكود كود ام 23 اها ام 23 وكذا لحقت العرض وباقي 6 ايام و12 شهر ازيدك قل ازيدك يا معادي زد في 24 شهر تعرف بكم كم ب 1099 ريال اذا دخلت الكود حق الخصم يا الله ايش اللي صاير ايش اللي قاعد تسويه المجد ام 23 ها ام 23 يعني عشان نلحق ايش العرض يا جماعه الخير طب اتوقع انه احنا شوف ايه وانا داخل هنا في الكوخ طبعا رسافر المجد في كل مكان إيه؟ ومالك عذر ترى يوصلك لو انك في القطب الشمالي احنا فين الان في القطب المتجمد الشمالي او اليسار عادي إيه؟ اليسار فما امورك تمام حلو فاحنا الان راح نوصل لك اياه لو كان وين الاشتراك زائد الخصم زائد 15% وش باقي اقول يا زين ويا طيب قلوبهم وهذا الصح خلني بشتكتك في طالبك ابغى اقدم هديه انا والله تقدم هديه؟ ايه لاخواتي الله يبيض وجهك اي والله رخيص بس بقول لك شيء لان العرض هذا صدقني إيه؟ يعني 649 ريال سنه إيه؟ كامله إيه؟ اتوقع انه ما قد مر هذا العرض في قناه المجد على حسب علمي انا تقريبا إيه؟ انه ما قد مر هذا العرض وباقي ست ايام الحق ما تركت لحس مخي انا فكرت تقول ست دقائق حسب مباراه الاتحاد لا, لا 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 امورك بس طيب. والله عرض مره جبار ايه اهنيك نروح والله يا معايد اقول لك شيء اسلم خلاص احنا كذا انا متصدر جايب هدفين في في في, في التسعين ليش الهدفين هذه في التسعين قول لي ليش سنه وفي اشتراك سنتين يعني هدفين عالميه يا تلحق يا ما تلحق وست ايام والله يا عرض جبار صراحه طيب وش اللي باقي ايش تنتظر ها وكمان الرواتب نزلت يعني الناس امورهم تمام مبسوطين